موضوعنا اليوم ماشي موضوع حزب سياسي، هذا موضوع يهم أخلاق المغاربة جميعا. أنا سعيد أن الفريق الاستقلالي طرح السؤال أيضا وساندني وقال لي شنو الإجراءات ومارس كل الإجراءات ديالك. سعيد أن الأخ من الفريق الاشتراكي كيقول راه كاين تطرف مقابل تطرف وخصنا نمشيو نحو الوسطية. سعيد بكل ذلك لأن هذه القضية ماشي قضية مزايدة. الأخلاق المغاربة ديال كل المغاربة، أنت وأنا والجميع كندافعوا عليها. صف واحد، الأسبوع الماضي صدر بلاغ كيقول الأسس الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع المغربي مستهدفة من قوى أجنبية. هذا موضوع يهم السيادة الإعلامية للبلد ونكونوا صرحاء في ذلك، لأن هذا مغرب قوي قهز راسه. علاش؟ لأن كل قوى ديال في الوقت ديال الحزة كتوقف جميعا ولكن عبر المؤسسات. أنا ما جيش باش نتحكم في الإعلام، هذا خط أحمر ملتزم به لأن هذا هو الدستور، ولكن في نفس الوقت الدستور في فصل 28 شنو كيقول؟ حرية التعبير مضمونة، حرية الإبداع مضمونة، ولكن في إطار القانون. ما كنديروش الرقابة القبلية، هادشي اللي قال فصل 28، ولكن ما لم يقيدها القانون. من بعد كنمشيو نطبقوا القانون. القانون الفصل 49 اللي داز في 2005 شنو كيقول؟ أن الهاكا هي التي تراقب احترام دفتر التحملات. هذه ماشي أول مرة كنلجأ للهاكا، لجأت لها في قضية أخطر المجرمين، ماشي في القضية فاش وقع المشكل ديال بث الإحاطة والفريق ديالكم لجأ. شنو درنا؟ جاوبنا لهاكا ولكن لجأنا للقضاء. علاش؟ لأن هذه حكومة ديال العمل وفق الدستور، سيادة القانون، احترام المؤسسات. اليوم جيت وقلت بكل وضوح أنا عندي الثقة في المؤسسات وخصنا جميعا نتعاونوا باش كل المؤسسات ديالنا قوية، ماشي كما البعض حاليا يحاول التأثير على القرارات هكا ويلقى لها مخارج قانونية مفلسة خاسرة هشة. كيقول لها راه هذا الشيء ما يمكنش يتحال عليك، وعلاش تحالوا على عمر في السابق؟ كيقول ما عندكش الحق تنشر هذه الرسالة. الدستور جوج مرات هضر على حرية المعلومات في الفصل 27 وفي الفصل 165 الخاص بلاهاكا أي بالسمع البصري. علاش؟ لأن كنضمنوا الحق للمغاربة في المعلومة. أنا كنتأسف أن برلماني يجي ويطلب من الحكومة تخبي الإجراءات اللي كدير على المغاربة، في حين أن المغاربة صباح مساء كيسألونا كيقولنا شنو درتو؟ حق المغاربة في المعلومة مضمون، ولا يمكن أن يسجل التاريخ على هذه القبة أن فريقا معارضا ضغط واستعمل الوسائل الرقابية من أجل أن يحول دون حق المواطنين في المعلومة.